S هو نظام تحكم عن بعد له 3 محاور قادر على الدوران 360 درجة. اللي يميز النظام خفة وزنه، فهو قادر على حمل أكثر عن سلاح. فحاليا في المعرض حامل سلاحين، سلاح M230LF وسلاح ماك 58 7.62. أيضا هو قادر على حمل صاروخ الجبلن الأمريكي. نقدر اللي يميز النظام إنه نقدر نركبه على أكثر من آلية. فاليوم نحن مركبين على آلية غير مهولة UGV Unmanned Ground Vehicle.